ورجعنا لكم تاني، وتعالوا دلوقتي نروح نشوف مع بعض تقرير عن رائد الحركة الفكرية والاجتماعية لتحرير المرأة في مصر، القاضي والكاتب والأديب ومؤسس الحركة الوطنية المصرية قاسم أمين. هنعرف أكتر من التقرير ده عنه، هنعرف أكتر عن كتاباته عن المرأة واهتمامه بالمرأة. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. زعيم الحركة النسائية في مصر هو القاضي والكاتب والأديب قاسم أمين. أحدث قاسم أمين جدلاً فكرياً في العالم العربي والإسلامي خلال بداية القرن العشرين. كان لنشأته في بيئة ظالمة للنساء دور قوي في اهتمامه بقضايا المرأة، ولإيمانه بحقوق المرأة لقب برائد حركة تحرير المرأة، وذلك على الرغم من أنه لا يعد أول رجل يقف في صفها. أصدر كتابه تحرير المرأة في عام 1899، والذي أحدث معركة فكرية في ذلك الوقت. حاول أمين أن يلفت النظر من خلال هذا الكتاب إلى الأوضاع الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تعيشها المرأة المصرية آنذاك، فكانت تعاني قهراً اجتماعياً بسبب العادات والتقاليد الموروثة والمرتبطة بالفهم الخاطئ للدين. أصدر كتابه الثاني المرأة الجديدة عام 1911، وقصد بعنوانه مواصفات المرأة في الغرب، حيث تلعب دوراً اجتماعياً وثقافياً رئيسياً في مجتمعها ودولتها. كان لقاسم أمين أثر عظيم في تاريخ المرأة المصرية، وإليه يرجع الفضل في النهضة النسائية التي حدثت في مصر.